كثير بحياتنا رغم ان احنا شايفينها وعارفينها، فما بالك المواقف اللي احنا مش بنشوفها ولا بنعرفها. So let's see what's meant by privacy. Privacy and human rights. Privacy is the barrier that protects you from people doing things to you. It lets you manage boundaries so you can open up to those you want and shut down to those you don't. سنة 2007 اعترفت 50 دولة من ضمنها الـ USA وكندا بأهمية الـ Data Protection، وقرروا تخصيص يوم 28 يناير من كل سنة لرفع الوعي بأهميتها وسموه Data Privacy Day. عشان مصلحة الأفراد في إنهم يحافظوا على خصوصيتهم بتتعارض مع مصلحة الشركات في إنهم يجمعوا معلومات لتحقيق بروفيت أكبر، لجأت بعض الشركات والحكومات لاستخدام وسائل زي الويب بانكس والكوكيز والسباي وير لتسهيل وصول المعلومات. Cookies are used to identify browsers and track the society. زي بالظبط شاهد، شاهد بيستخدم كوكيز بموافقتنا عشان يقدم لنا الخدمات اللي احنا محتاجينها. فكرة كوكيز إن هو مش بيوصل المعلومات بس للشركات، لا ده كمان بيوصلها للسلطات الإدارية والقضائية. Web beacons or web bugs, tiny transparent images or graphics embedded in the websites and emails that monitor who's visiting the sites and reading messages. زي بالظبط فكرة ايجي بيست، أول ما بتدوس على أي مكان فاضي بتلاقي إعلانات كتير ولينكس بتتفتح. Spyware are installed on user computer or mobile phones for the purpose of knowing a very personal information. المنظمات بتعتبر استخدام المعلومات في ماركتينج ريسيرش دي حاجة عادية، مع إنها أكبر دليل على السباينج، زي إنهم يسجلوا مكالماتنا وكمان رسايلنا. On the other hand it has advantage. الـ iOS والأندرويد بيسمحوا باستخدام تطبيق My Spy App، ده بيساعد الأهل إنهم يعرفوا أماكن أولادهم وكمان رسايلهم. عارفين إن أنتوا قبل ما تعلنوا إن كنتوا مرتبطين بشخص ما على فيسبوك أو you are in a relationship، فيسبوك بيكون قادر إن هو يتنبأ بده قبلها ب 100 يوم، وده عن طريق إن هو بيبعت لك 2 بوست كل 12 يوم مرتبطة بالشخص التاني. بيعرف ده إزاي؟ عن طريق 3 حاجات. كم مرة أنت زرت الـ page بتاعت الشخص التاني، طريقة الرسائل بتبقى بيناتكم، وعدد اللايكس والكومنت اللي بيناتكم. We can protect our privacy by 100%, but we can minimize this by number 1 email encryption, 2 anti-spyware, 3 browser feature as private browser and don't trackers. Finally, your personal data is an asset, like your home, it belongs to you, and the world seems to forget this. Last but not least, privacy is the power. The more we have, the more control we have over our lives.